مساء الخير لكم، مني أنا جورج شاهين ومن المحامي نعوفة راح أطيب التمنيات. عشية الذكرى 44 للـ13 من نيسان تصح مقولة تنذكر وما تنعاد، ولكن أليس من الأفضل أن نضيف إليها القول أن علينا أن نتعلم من محطات الماضي لئلا تتكرر إن كانت مخيبة للأمال، أو لنبني عليها للمستقبل إن كانت محطة مشرقة أسست لمرحلة جديدة من الصمود نستذكر خلالها شهداء تلك المرحلة وأبطالها الذين أسسوا للحرية والسيادة والاستقلال؟ رب قائل أن أيام السنة 365 لم تعد تتسع لأي ذكرى إضافية، فأي حدث أني اليوم قد يلغي ذكرى سابقة أو يضيف إليها أخرى، لكن 13 نيسان بقيت تحفر في ذاكرة ووجدان اللبنانيين إلى اليوم. فما الذي توحي به هذه الذكرى؟ هل من المنطق مثلا اعتبار أن ما حصل يومها مجرد جريمة قتل استشهد خلالها جوزيف أبو عاصي؟ أو حادث ثائر تعرضت له بوسطة عين الرميني؟ أم أن هناك قرارا بضرب الدولة والكيان ومؤسساتها وتفريغ البلد من سكانه وإعلانه وطنا بديلا؟ وإذا صح كل ذلك، من أخذ القرار بضرب الدولة والكيان والمؤسسات؟ من غطى ومن سهل ومن نفذ؟ وماذا لو سقط لبنان في 14 نيسان؟ فما الذي كان سيتغير؟ الجواب مع من عايش تلك المرحلة، المحامي نعوم فرح. أهلا وسهلا به. دور ضيفا عزيزا، معرفة أول مرة بمنشأة المساء. هي أول مرة ب كبرنامج منشأة المساء، هذه من حظي أنا أول مشاركة. إن شاء الله تكون وجودي من حظ المستمعين، يعني هذا اللي بهمنا، ما نخيب لهم أمالهم، هذا اللي بهمنا. أستاذ نعوم فرح، نذكر الكل نحن مباشرة على فويس أوف لبنان 100.5 فيسبوكنا المباشر. أستاذ نعوم، يعني مثل ما سألنا، هل من الممكن أن تحفر ذكرى 13 نيسان هل قد بذاكرة اللبنانيين؟ وما الذي يعنيه لك ذلك بعد 44 سنة؟ سؤال صعب، لأنه بيطرح إذا بدك إشكالية فكرية سياسية، وبطبيعة الحال نوع من عودة إلى بعض الشعور الداخلي والعاطفي، يعني بهالمعنى، والوجداني. خلينا نضل بالسياسي التاريخي. ليلة 13 نيسان 1975 بعده لحديت اليوم هو ذكرى قوية أليمة بوجدان الناس. تحليلي الشخصي هو إنه 13 نيسان 75 مفاعيله لم تنتهي حتى اليوم. حتى اليوم، نعم. مش المفاعيل إذا بدك السنوية، مثل بدواء بيقولوا لك عندك سايد إفكتس، أو بياخد دواء بينفعه بس إله بعض النتائج العكسية. 13 نيسان ما كان أبدا دواء، كان داء. و 13 نيسان عذراً بالخمسة وسبعين بعد هالأربع وأربعين سنة اللي مرقوا، بتصور كان أول محاولة لضرب بعض أو جزء من تركيبة سايكس-بيكو. لأنه بالتلتاعش نيسان شو صار؟ في دولة تم إعلانها من قبل الفرنسيين يلي كان عندهم الانتداب، مهمة الانتداب بدور من قبل عصبة الأمم بعد الحرب العالمية الأولى. الفرنسيين أعلنوا لبنان الكبير، قيام لبنان الكبير. المهم بكلمة أعلنوا إنه ما قالوا أنشأوا، يعني اعتبروا إنه لبنان موجود، وهيدي واقعة تاريخية، وقالوا نحن عم نعترف بوجود هذا لبنان كدولة رح تكون مستقلة عند انتهاء الانتداب. هيدا حصل بعد 3-4 سنين من سايكس-بيكو. ب 13 نيسان 75 يلي صار انه مفهوم الدولة اللبنانية يلي هي نتيجة سايكس-بيكو مع
رغم بعض إذا بدنا نحكي شوي اللغط يلي حصل بين الإنجليز البريطانيين والفرنسيين بالنسبة للمملكة العربية وشريف حسين بدمشق، إنما في تعديل كان بروحية الهدف، هو تعديل بروحية سايكس بيكو يلي هو أرخى نظام إقليمي بالمنطقة، وكان ضرب الدولة ومؤسسات الدولة الدستورية بده يؤدي، من الممكن كان يؤدي لو ما المقاومة اللبنانية إلى أحد الشيئين أو اثنين سوا ممكن كانوا يتعايشوا، هن وضع لبنان بصورة نهائية تحت الهيمنة السورية أو تحت الهيمنة الفلسطينية. ممكن كانت توصل لضم لبنان لسوريا، كلنا بنعرف أنه سوريا لم تعترف بالدولة اللبنانية كدولة قائمة بحدودها الدولية بمؤسساتها الدستورية إلا مؤخرا، والفلسطينيين منظمة التحرير الفلسطينية وبعض الفصائل الأخرى كان كمان بهمة أنه تستعمل لبنان لتحرير فلسطين حسب أخوالها، وإذا فشلت عندها هون نوع من مثل ما بيقولوا بالفرنسي إنه بيت سانن ريزيدانس سكوندير، بيقعدوا فيها بانتظار تحرير البيت الأساسي. هذا هو 13 نيسان. يعني ضرب سايكس بيكو مش بالضرورة تغيير الحدود بالمعنى الجغرافي، يعني كان ممكن يضل لبنان كدولة مستقلة عنده مقعده بالأمم المتحدة، إنما إذا صار في كونفدرالية مع الدولة السورية بتصور كان استقلال لبنان بالمعنى السياسي والدستوري مبعود موجود. ولو منظمة التحرير الفلسطينية قدرت هيمنت بصورة كاملة على القرار اللبناني، كمان كان بعد في دولة لبنانية وبيجي رئيس جمهورية لبناني وإلى آخره، ويمكن بعد في مرسوم تجنيس قبل الأخير اللعين يعني والمشؤوم بيجي رئيس جمهورية بعد 10-15 سنة ممكن يكون من أصل فلسطيني، إنما أصبح لبناني. في اعتراف شبه رسمي، بتتذكر يعني بعد التفاهم على قيام السلطة الفلسطينية قال الرئيس عرفات الله يرحمه سأحكم في غزة كما حكمت لبنان، كما حكمت. يعني عنده تجربة سابقة. هيدا هو 13 نيسان. يعني بسأل مرات إنه هل كان بالإمكان تفادي 13 نيسان؟ هيدا سؤال إذا كان الشخص عم بيفتش على الحقيقة يعني بمنهجية، أكيد شغلة طبيعية يكون واحد عنده هالتساؤل، إنما إذا كان عنده قناعة إنه كان ممكن تفادي ما حصل من بعد 13 نيسان 75، هيدي سذاجة سياسية بتجهل الواقع التاريخي والجغرافي والسياسي والأمني ولعبة الدول بالمنطقة والنزاعات المختلفة يلي كانت موجودة بهالوقت، يلي جزء منها بعده موجود وأضيف عليه نزاعات من نوع آخر. هون يعني ما بعرف إذا يعني بتعبر عن رأيي، رحت بعيد ورجعت على سايكس بيكو، رجعت قبل 100 سنة، يعني قبل 60 سنة تقريبا من أحداث 75. أستاذ نعوم فرح، في مشكلة حقيقية بلبنان، وهذا يمكن كنت أنا حابب نعمل لها زاوية بآخر الحلقة، بس قراءتك هلا فرضت علي هذا السؤال. نحن مختلفين بعد على تفسير بعض المحطات السياسية، 44 سنة على 13 نيسان وبعد ما في ذاكرة لبنانية موحدة، ما في قراءة لبنانية لذلك الحدث. هلا بعض العالم يتهمنا إنه أنتم اللبنانيين ما عم تعرفوا شو عم يجري على أرضكم، بتناقشوا الأحداث الكبرى والمحطات الكبرى بعد 10-20 سنة من حصولها وما بتوصلوا لقراءة موحدة. لماذا كل هذا الانقسام في رؤية مثل هذه المحطات برأيك؟
ما بعرف قديه في ناس رح ينزعجوا ويزعلوا من كلامي. نحن مختلفين في قراءات متعدده للفظ. بس شو السبب؟ نعم بتسالني عن السبب. نعم السبب هو في عده اسباب. اولا ببلد في 18 طائفي ومذهب من الصعب جدا انه بهالسرعه من تاريخ الاستقلال 1943 نقدر نوصل ل ما بيقول قاسم مشترك لجامع مشترك بدون ما كلمة جامع تفهم مسجد. هيدي صعبة. إذا منشوف إنه الفرنسيين اليوم بعد في نزاع عميق عند المفكرين فيما يتعلق بالثورة الفرنسية. والثورة الفرنسية إلى فوق 230-240 سنة. بعد مختلفين على قراءتها؟ على قراءتها وعلى يعني مش ميزة لبنانية. لا في كتير دول عندها بعد نشوف بأمريكا أنه في كتير اليوم نزاعات فكرية حول وضع موقع السود في الولايات المتحدة إلى غيره. يعني ما بدنا نوسع البكار. شغل التاني أنه من سنة 43 عم ناخدها كمحطة إذا بدك لنقدر نفهم مع بعض. عم ناخد 43 13 نيسان 75، علما أنه الحرب لم تبدأ ب 13 نيسان 75. وصلين له 13 نيسان 75 هي إذا بدك التاريخ الإعلامي قول الرسمي بين مزدوجين لبدء الحروب في لبنان. وأنا بستعمل الجمع حروب مش حرب، لأنه صار في عدة حروب من 75. يعني بك ضوي كنت محطات 67 58. ما بدنا نرجع ل 58 يعني، وإلا بدنا نرجع ل 1860 ولورا أو 1516 وقت الجيش العثماني احتل لبنان. لا مش هالقد رح نرجع لورا. إنما كتابة التاريخ ما فيك تكتب تاريخ موحد. ما بعرف إذا في ضرورة نكتب تاريخ موحد. كلمة موحد مزعجة لأنه كأنه في عندك إلزام فكري برواية معينة. يعني هاي بتحفظ على كلمة تاريخ موحد. أنا بفضل أحكي عن تاريخ متوافق عليه. في فرق كتير صحيح أكاديميا يعني بهالنقطة. قضية التاريخ وقت المنشوف أنه كيف بدك تكتب تاريخ متوافق عليه وتحليل وقراءة للأحداث. وقت المنشوف أنه طائفة السنية عم بحكي هوني بمجملة، يعني أكيد في كثير أشخاص كانوا خارج هالتيار. لسنة 2005 لقالوا لبنان أولا. وقت المنشوف أنه الطائفة الشيعية كانت متمسكة كتير بالكيان اللبناني وما عندها أفق خارج الحدود. ومنشوف اليوم أنه الطائفة الشيعية عندها تطلعات إلى ما بعد الحدود ومرجعيات إلى ما بعد إلى من وراء الحدود. ما وراء الحدود بعيدة، عندك 4-5 عواصم قبل ما توصل لطهران. ايه بس هولي كلهم محطات. نعم. لا واضح بس اليوم كيف بدنا نعمل رواية لأحداث. يعني إذا ناخد بالخمسة وسبعين إنه التناقض يلي موجود عم نعيشه كل يوم بالصحف والإعلام، يمكن هون بصوت لبنان يعني وقت في نوع من بدون انتباه نحكي عن الحرب الأهلية. كلمة حرب الأهلية هي كلمة فيها تزوير فكري. صحيح. تزوير للتاريخ وتزوير للمنهجية الفكرية. ب 13 نيسان 75 من عشية مين كان عم يقصف وعلى عين الرماني؟ كان المنظمات الفلسطينية المسلحة. هل كانت حرب أهلية؟ لا. ب 78 بحرب الميت يوم الأشرفية مين كان النزاع بين مين ومين؟ بين الجيش السوري اللي مبدئيا هو مكلف داخل قوات الردة العربية وتحت أمرة رئيس الجمهورية
وفقا لمقررات مؤتمري الرياض ورباط ولا والقاهرة والقاهرة بخريف 76، كان هو عم يقصف هل كانت هيدي حرب أهلية. هلأ صار في تداخلات فيما بعد واقتتال بين اللبنانيين، وبالتالي بدنا نشوف هالحروب بلبنان هي مثل هالجاتو الميلفوي اللي فيه عدة طبقات. كان فيها حرب إقليمية داخل لبنان، يعني الإسرائيلي وقت كان يفوت ويقصف وما يزال، بس إنه بوقتها يقصف ويعمل عمليات واختيالات إلى آخره. هيدي شو كان؟ يعني وقت تيجي سنة 73 عملية الكوماندو الإسرائيلية يلي اغتالوا 3 قادة من منظمة التحرير بفردان، مركز دراسات الفلسطينية بفردان، واضح. دونك عم يجي إسرائيلي يقتل اغتال فلسطيني ببيروت، وين في حرب أهلية؟ يعني وقت اللي بيجي طيران الإسرائيلي سنة 68 يمكن بيدمر طيارات الميدل إيست إيرلاينز وقتها على المطار، هاي حرب أهلية؟ يعني في سهولة اليوم عند الناس تقول لك إيه الحرب الأهلية، لا، في حروب في لبنان تخلل معارك بين اللبنانيين مغزات أساسا من الخارج. هون ما عم شيل المسؤولية عنا كلبنانيين، إنما اللبنانيين لو كانت حرب أهلية فقط نظرا لصغر البلد وقلة الموارد المالية والعسكرية وإلى آخره، يمكن كانت هالحرب لو كانت أهلية بحت أو لو بلشت أهلية كانت ضاينت يمكن شي شهر شهرين وانتهت، لأنه ما بقت في ذخيرة والسلاح بيتخربط وإلى آخره. وبالتالي هالصراع يلي كان، خلينا نرجع شوي، شو كنا بصراع بين جبارين، يعني الولايات المتحدة والمعسكر الغربي المنضوي تحت حلف شمال الأطلسي عسكريا وسياسيا، والاتحاد السوفيتي يلي بترأس مجموعة كبيرة من الدول الشرقية تحت شمسية عسكرية اسمها حلف وارسو. كان هالصراع بين اثنين، كان من جهة إسرائيل عندها صراع مع الفلسطينيين، كانت سوريا منذ الاستقلال ومنذ ما قبل الاستقلال يعني في عندها النزعة لتعتبر لبنان إنه هو جزء من الدولة السورية. كان في من بعد يعني بالخمسة وسبعين كان في فكرة التوسع الإيراني، وقتها كان بعده شن بلد مربع. يعني باختصار كان لبنان ساحة لحروب الآخرين، ساحة لحروب الآخرين يتخلل بعض الإشكالات اللبنانية، والآخرين تغيروا مع الوقت. يعني مش نفس الآخرين صحيح. مش نفس الآخرين، يعني صار مثل واحد عم بيمرق للتاني. وانتهاء العمليات العسكرية بلبنان بتشرين الأول سنة 90 لم ينهي الصراعات الإقليمية والدولية في لبنان، وبالتالي ما فينا بعد، ما فيك تكتب تاريخ إذا هالتاريخ لم يصبح من الماضي. نحن هلأ تقريبا كأنه عم نكتب مثل صحافي بده يعبي يعمل مانشيت جريدته يلي هو عنوان هالبرنامج، يعني ما عنده المدة الزمنية المؤرخ ليقدر يشوف يرجع لورا. ما فيك انت تكتب تاريخ وبعد الاحداث بعد مسلسل زيته، بعد المسلسل وزيته في تحاليل الى اخره. وبالتالي فوق التركيبه الصعبه جدا للبنان، التركيبه الطائفيه السياسيه الجغرافيه الانتماءات وتقل التاريخ وارتباط الطوائف بمرجعيات خارجيه، بالتالي هيدي كلها ما بتسمح انه بمدة زمنية قصيرة بالنسبة للتاريخ يلي بده المدة الطويلة لواحد يكون عنده الرؤية الواضحة. ما فينا نجي نقول انه إيه خلينا نكتب تاريخ موحد، هيدا وهم وهيدي شعارات سياسية
إنه بكرة خلي وزير التربية يعمل كتاب تاريخ موحد. إذا ما عم فينا نحن بلبنان نتفق على مطامر موحدة، بدنا نتأمل إنه نقدر نتفق على تاريخ على موحد. تاريخ موحد. يعني خلينا نتفق أولا، خلينا على المعادلة صعبة، على تطبيق قانون السير يلي هو يعني أبسط الإيمان بتطبيق القوانين، وبعدين نحكي عن تاريخ موحد وإلى آخره. جغرافيا منا موحدة، بعدنا مختلفين إذا مزارع شبعة لبنانية أو غير لبنانية، بعدنا مختلفين وين بتمر الحدود السورية. يعني جغرافيا منا متفقين، وعندك هلا الحدود المنطقة الاقتصادية مع السوري والإسرائيلي، هيدا غير وضع كمان، هيدا صرنا أصعب اليوم. اليوم اليوم الحرب اليوم اللي بلشت عمليا بحزيران 67 بعدها مستمرة بلبنان وبالمنطقة. بلبنان بلشت من بعد 67، هالحرب كانت حرب ساخنة. من بعد 90 بلبنان أصبحت الحرب باردة، مع أكيد عمليات عسكرية واعتداءات من الجيش الإسرائيلي على لبنان. يعني بعد حرب ساخنة كانت، وما ننسى أنه من سنتين ثلاثة كان في طلاء من هون من مركز صوت لبنان لعرسال، يمكن في 70 كيلومتر إذا بنحكي خط نار، كان في حروب بعدها. ومن كم من مدة قصيرة كان بعد المحاور بطرابلس كمان ساخنة. يعني في نوع من نسيان وتناسي. هذا العرض اللي عملته سهل لي شغلي، كنت أنا بدي كنت صعب لك إياها، بس لا سهل. لا سهل الانتقال لمرحلة أخرى. وقت عملت كل هذا العرض أنا كنت بدي أسألك، من أمر من عمل أمر بحدث ب 13 نيسان 75، وهل إنه هذه الحرب اللي شرحته أنت هلا بعد قائمة لليوم، يعني لبنان الوطن الكيان بعده بخطر؟ إيه أكيد، رغم مرور كل هذه السنوات والتفاهمات من اتفاق الطائف للدوحة إلى خير للتسوية السياسية بمجملها، هل ما زال لبنان الوطن والكيان بالخطر؟ لا لك، اليوم إذا شخص بده ينتحر شو فيك تعمل له؟ أول مرة بكون عم بنط من الشباك بتلقط وبتهدي، تاني مرة بتالت مرة ما بوت فيك، ما بكون موجود أو بلحظة. اليوم إذا اللبنانيين بدهم ينتحروا ما فيك تعمل شيء. الواحد راح عند الطبيب يصف له دواء، إذا ما أخذ دواء بيموت المريض، واللوم مش على الطبيب. وهالاتفاقات كلها، يعني أنا عم بحكيك هون كمحامي، يعني اليوم بتنعمل عقد بين طرفين، قد ما كان العقد مدروس ومنيح، إذا في أحد الأطراف أو طرفين كل الأطراف عم بيطبقوا بسوء نية، عم بيفتشوا على لون الحبر كيف هو والفاصلة وأي خطأ مطبعي، لا ما يطبقوا يلي مفروض هن يقوموا فيه موجباتهم، ما في العقد ما بيمشي. اليوم يلي مش موجود هو ما في حس النية بين لا الأطراف السياسية ولا بين الطوائف الأساسية، في تكاذب شامل، وكل طائفة ناطرة يلي بوجه تضعف لتقشطها، وكل حزب كمان عم بيحاول يضاعف الآخرين ليزيد حصته من الكعكة. مش بالكعكة، لا ما بدي أحكي ما هو متوفر يلي باللا بالمجلس النيابي والتمثيل. هذه الكعكة يمكن كلمة إلى معاني أخرى، خلينا بشق الموضوعي. نعم. وقت بيكون فيها التكاذب وكل واحد ناطر التاني على اللفتي، ما فيك تبني دولة. ومع الوقت إذا ما انبنت الدولة بتير الكيان. ما بيكفي إنه نجي نقول في شمسية دولية فوق لبنان، هاي كتير منيحة، بس
مؤمن انت بهذه النظريه؟ بحديت هلا ايه في شمسيه، بس هي الشمسيه، بس هذه بدك هيدي مش خلي الساحه اللبنانيه بس هيدي جاهزك، بس هي مش طاقه مستدامه. هيدي مثل بطارية، بيوصل وقت بتذكرها بتفضى، بتذكرها اول مره بتتعبى 70%، ثالث مره ما بقعد سيارتك ما بتقلع. وبالتالي اذا اللبنانيين هن تحت هالشمسيه الدوليه ما بدهم يعملوا خيمه، وخيمه ما بتنش وإلى آخره، عبثا. يعني إذا بناخد قصص اليوم عايشينها وخطيرة كتير مثل قضية الدين العام وإلى آخره، السؤال هو يعني لسوء الحظ نحن من ناحية القانونية المواطن ما في يحاسب المسؤول، بس أنا كمواطن عم بدفع إلي كذا سنة فاتورتين كهرباء، ليش اليوم رح يصير في كهرباء وعدينا نفترض بعد سنتين؟ مين قال لك؟ خلينا نفترض إنه اليوم اتفقوا على هاي وما قدروا اتفقوا من 10 سنين، مسؤولية مين؟ يعني ما بيكفي نيجي نقول إنه المسؤولية والمحاسبة هي بتيجي وقت الانتخابات، لا، لازم يكون في مسؤولية قانونية على المسؤولين يتحملوا تبعات إهمالهم المقصود أو غير المقصود، سوء الإدارة والإهدار إلى آخره. معنى الإمكانية القانونية، يعني لو اليوم فيها الإمكانية القانونية بتصور بيكون أداء السياسيين أقل سوءا، مع الأمل أنه بيصفي أحسن. هيدي اللامسؤولية يلي لامسؤولية اللي ناتجة انه بيفلت من العقاب، لك انا شو هني ما زال ما فيك تطالني، وبالتالي اخلاقيات يعني كتير من السياسيين ما بتكون، او عدم وجود اخلاقيات ما بتكون هي الرادع ليحسن للقيام بواجباتهم. يعني بسمع مرات كتير من زمان يعني 30 سنة سياسيين بيحكوا كأنه المراقبين أجانب بلبنان، عارف كيف؟ إنه ليه ما بتعملوا هيك وليه بتعملوا هيك؟ ما أنت السلطة التنفيذية بإيدك والسلطة التشريعية بإيدك، ما فيك تقول تعطينا نصايح كأنك القبعات الزرق، تمنك مراقب. يعني المسؤول بلبنان بيتصرف كأنه مراقب أو محلل صحفي، بس القرار بإيده، كان القرار التشريعي أو القرار التنفيذي أو حتى القرار القضائي يلي بيفرض عليهم أنه يستعملوا. هذا تهرب من المسؤولية. ما بدي أدخل بقصة الفساد، لأنه أنا كرجل قانون إذا ما عندي ملف بقول لك ما في فساد، بدي أو في فساد، بس أنا عم شوف إنه ما حدا عم يتحمل مسؤوليته. يعني هل النواب ينتخبوا للتشريع السليم؟ عم نشوف بيطلع تشريع ما فيك تطبقه، مثل قانون الإيجارات، حزورة قانون الإيجارات، صح، قوانين كثيرة هيك عم تطلع ما إلا لا، ما بعرف. بيطلع بالآخر قانون يتيم مش معروف مين عمله، مش يتيم، بيطلع يتم يعني بازل ما فيك، ما بتعرف من وين تبلش. هل هالقضايا هيدي روايه انه شو صار ب 13 نيسان 75، انا هلا هيدي مش هبتهمني، ما بكتب تاريخ، شو صار بالكهرباء؟ سؤال يسأل، شو صار؟ يعني عنا نحن لك يا كهرباء نفايات ومشكلتها ازمات بيئيه اجتماعية ما كانت قبل ما كانت مطروحه. 13 نيسان 75 يتكرر كل يوم، عندنا 13 نيسان بالبيئه، 13 نيسان بالكهرباء، 13 نيسان بالتربيه، 13 نيسان بالصحه الاستشفاء الى اخره. كل يوم المواطن اللبناني بيعيش 13 نيسان، هيدا حصل مره، هيدا كل يوم وكل واحد بعده فئات من 13 نيسان. هيدا اليوم المهم، وما عم نشوف يعني في اذا بدك حكي كتير
أنا بدي أخذ على ظهر الحال، في نوايا حسنة بيقولوا إلى آخره، العبرة في التنفيذ، في التنفيذ، في تنفيذ قصص سريعة. يمكن الكهرباء بدها لإنشاء المعامل إلى آخره 3-4 سنين، في كذا مطب، بس في قصص اليوم تقدر أنت تنفذها بشهر شهرين وما عم تعملها، ما عم بيصير. يعني اليوم كيف بدك تبني دولة إذا ما فيك تضبط المطويات بالشارع؟ كيف بدك تحرر مزارع شبعة إذا ما عندك مطامر؟ يعني إذا الإشياء البسيطة والهينة مع الحكومة ما عم تقدر تنفذها، كيف بدها تقوم بإنجازات أصعب بكتير؟ يعني خلي يثبتولنا إنه بالإشياء اليومية والهينة نسبيا بينجحوا فيها. لما تعمل بكم محطة كبرى؟ لا نشوف انه واحد ما فيك تبلش واحد. طيب خلينا نرجع شوي ل 13 نيسان استاذ نعم فرح. 13 نيسان اعلنوا حزب الكتائب يوم الشهيد الكتائب، كنت تعرف الاقسام الاقاليم تحتفل بالمناسبات، اعتبر 13 نيسان يوم الشهيد الكتائب. وكلنا بنعرف اذا بنرجع للتاريخ 13 نيسان ما كان في شيء اسمه قوات لبنانيه او غيره، كان في قياده هالحركه اللي اقتدوها الشباب، كتائب، وطنيين احرار، بعض التنظيمات الاخرى. وين كان نعم فرح بتلك المرحلة؟ وهل بحق يستأهل 13 نيسان أن يكون يوم الشهيد الكتائب؟ ما رح أحكي عن نفسي لأنه هيدي ما بتهم الناس. لا لا ما سريع. لا لا ما هيدي ما بتهم. أنا اليوم بنحكي عن شهيد، ما بقى في يعني مكان واحد يحكي عن حاله. واضح. نعم. جوزيف شهيد، جوزيف أبو عاصي، من الطبيعي أنه إذا أخذنا 13 نيسان كبدء الحروب في لبنان، مش اللبنانية، الحروب في لبنان، إيه بيستاهل أنه يكون أول شهيد بهالحروب. وبما أنه هو شهيد أبو عاصي كان كتائبي، من الطبيعي أن يكون يوم الشهيد. أكيد أكيد، يعني شغلة إذا بدك بديهية، وممكن كان ممكن يعلن هاليوم قبل السنة. يعني صار فيه لك المشكلة وين هالشهداء؟ منشوف فئة أخرى من سنة 90 لسنة 2010 ولليوم كانوا عم بيكرموا شهدائهم، عم بحكي مثل حزب الله يلي جدا عنده اهتمام بتكريم الشهداء، بالاهتمام بعائلاتهم، بيعمل المستحيل حتى ببلش حروب لاسترداد شهداء عنده أو رفاتهم. نعم. بينما نحن بسبب الوجود العسكري السوري اللي كان بمهمة ومعينة وتحول وتحول إلى تصرف احتلالي يعني بهالقضية، عم بحكي من 90 قبل واضح. أكيد كان اليوم صار في تعتيم على هالشهداء يلي بالمقاومة اللبنانية. وأنا بين هلالين بدي أقول إنه ما بسمح لنفسي وقت بتكلم عن الكفاح المسلح الفلسطيني، لأستعمل كلمة تاريخية، ما بقول المقاومة الفلسطينية، لأنه المقاومة الفلسطينية من لبنان هي مش مقاومة، هي تعدي على سيادة لبنان. مقاومة بيعملها واحد بوطنه. الفلسطينيين بدهم يعملوا مقاومة يعملوها بالأراضي الفلسطينية، ولا عم يعملوها بغزة. بغزة وبالضفة. بالضفة ما بعرف إذا في كتير مقاومة. كان في مراحل. بس اليوم الخطيئة والخطأ الفادح يلي طرفه ياسر عرفات ودفع ثمنه هو إعلان المقاومة، ما يسمى بالمقاومة الفلسطينية أو الثورة الفلسطينية، إنه ثورة عمين، تقوم ثورة على نظام معين، إن أنت عم تقوم ثورة على النظام اللبناني.
هذه ما راح ندخل فيها لانه كان كل خلص ما كل لا لا كل, كل الانظمه العربيه ساعدت مصالحه ومصارحه ايه بس وكان في تورط عربي كبير ايه بس اليوم دونك ما في المقاومه اللبنانيه اللي ما قدرنا ما سمح لنا انه نكتب تاريخها بطريقه صحيحه تبين انجازات المقاومه اللبنانيه واخطائها كمان. لانه اذا بدك تكتب التاريخ وتكون صادق وناس تقبل روايتك، كنا بنحكي عن كتابه التاريخ، بدك تكون انت اول ناقد لتاريخك. ارتكبت كثير اخطاء، انما تم ان يعني نجحنا بانجازات كثير كبيره. و اليوم إذا بدنا نحكي عن خروج الجيش السوري من لبنان بال 2005، بلشت كيف بدي أقول إنه هالبذرة هيدي بلشت بتشرين الأول سنة 78 وقت المجلس الأمن الدولي أخذ قرار بستة تشرين الأول سنة 78، قرار رقم 436 بيتكلم ولأول مرة صارت عن بيطلب من الفرقاء يلي عم يتقاتلوا يعني الجيش السوري والقوات اللبنانية يوقفوا العمليات العسكرية. هذا كان اعتراف، أول اعتراف دولي عمليا بالقوات اللبنانية. وكلنا بنعرف انه بالامم المتحده وبمجلس الامن خصيصا في القرارات هي قرارات ذات معنى ومغزى ومفعول تراكمي، يلي من وقتها ل 2005 ل 2004 انه لا صار في قرارات اوضح وتم خروج الجيش السوري من لبنان. يعني هالمقاومة اللبنانية، يعني عم تحكي على 1559 تحديدا هل بدنا نشوف انه المقاومة اللبنانية هلا ثاقبت لأسباب هي منا مسؤولة عنها، انه كانت أكتريتها المقاومة مؤلفة من مسيحيين، مش لانه كان في رفض من هالمقاومة من قيادتها عدم انضمام مسلمين، إنما لأنه مثل ما حكينا بها التاريخ كان بعد السنة منهم كتير يمكن مقتنعين بكيان اللبناني ككيان نهائي ودولة ووطن، لأنه في كل كلمة إلى مغزى. وطائفة الشيعية كانت شوي ضايعة بين انتماءاتها ومرجعيتها الإيرانية والعراقية وظاهرة الإمام موسى الصدر وإلى آخره. وجدت الثورة الإسلامية في إيران غيرت المعادلات، وبالتالي يعني ما كان في بها المقاومة عدد كافي من الطوائف الأخرى، إنما هالمقاومة كانت مش للمسيحيين. وبشير جميل كان شعاره 10452 كيلومتر مربع، ما كان عم يحكي لا عن لبنان الصغير ولا شيء، لا بين المدفون وكفرشيم نعم. وبالتالي هالتاريخ هيدا، بس اللي عم نحكي عن يوم الشهيد، من الضروري انه الجامعات والمفكرين وال الفعاليات على أنواعها والأحزاب تساعد كلها وتساهم بكتابة موضوعية لهالتاريخ هذا. وهون بقدر لهيدي نحن مع مجموعة من إذا بدك قدامى المقاومين أسسنا جمعية اسمها ميموريا، يلي هدفها موضوعها هي تجميع شو في وثائق وأرشيف عند كل الأشخاص من مختلف الفئات، ولتساعد لكتابة
تاريخ هذه المرحلة، وتم توقيع اتفاق تعاون مع جامعة روح القدس بالكاثوليك إنه كل هالأرشيف هيدي اللي كان صور أو يعني سمعي بصري أو أشياء مكتوبة بتكون بتم إيداعها بجامعة الكاثوليك. بكرة حزب الكتائب رح يفتتح متحف الاستقلال. نعم. أكيد متابع. أكيد. وفي طابق كامل عن شهداء الكتائب بتلك المرحلة وشهداء المقاومة اللبنانية. قد ايه هذا لازم يصوب اليوم التفكير لمن هؤلاء الشهداء او لمن او وقف استثمارهم من بعض الاطراف؟ لاي درجه برايك هذا الحدث سينهي، ما بدي اقول استغلال الشهداء او غيره، المحاوله لاستثمار وتبني تاريخ اخر لا علاقه للبعض به، قد ايه الى هذه الدرجه اليوم ممكن توضع حد لهذا الموضوع؟ هالمتحف بقدر ما بوجوده بمجرد وجوده رح يبين ويثبت حقائق عديدة. نعم. أوكي. هي هون كتابة التاريخ وين بتكون؟ كتابتها مش بس بالكتب، هي بالمتاحف منشوف بالصورة والأرشيف وكل شيء، يعني في المكان. صح. يعني اليوم هالجيل الجديد كيف بده يعرف مينو جوزيف أبو عاصي؟ لنأخذ مثال حكينا عنه لجوزيف. طيب. إذا ما راح شاف صورته وما راح كان شاف بهالمتحف المكان يلي استشهد فيه وإلى آخره، هالشاب أو الشاب يلي عمره راح يشوف حيطان مليئة بالأسماء، راح صورة كثير مهمة. يعني التسقيف بدول متحضرة هو التسقيف ببلش التعليم بالمدرسة، والتسقيف بالمتاحف، تسقيف بالسينما، تسقيف بالأوبرا إلى مثلا ببريطانيا. بتعرف أنت كم متحف فيه ببريطانيا؟ 6000. 6000 متحف. بلبنان أنا يعني بحس بغصة بكون هون على مستديرة العدلية في أرمى، لتعطيك إشارة للسير، أرمى محطوط المتحف بالمفرد. يعني ما حدا، يعني لو في كتير متاحف تصور بباريس حطن لك متحف، وين بتروح؟ بتضيع. بتضيع. بلندن زيت شي، ببرلين زيت شي، بروما المتحف هو كل الطرقات هي متحف. انه اليوم بعدنا بالمفرد، بعدنا بالمفرد حتى بليلة المتاحف. ايه؟ رقبتها من كم يوم، ست سبع متاحف، ست متاحف، وفي منهم حاطينهم هيك ليزيدوا، مش زيادة عدد بس ليبينوا انه فيها. وين هيدي؟ انه وقت بتكون أرمى بتدلك، إذا المتحف، إذا حط المتحف شو بعرفني بي على مدخل طرابلس أو مدخل بعلبك أو هون، رح يعرفوا إنه المتحف ببيروت، لأنه في واحد متحف وطني المعروف فيه. هيدا المعروف، هيدا يلي إذا بدك بخلي حتى اللي التاريخ شو بدي من 13 سنة، منا متفقين على تاريخ لمن 2000 سنة و2500 سنة، بدنا نتفق على تاريخ ما عمره 44 سنة لحق أحداث حصلت من أقل من نصف قرن. يعني المهم أنا برأيي بهالذكرى يلي هي لازم تكون ذكرى للاتعاظ. صحيح. وذكرى لي إذا بدك الانتقاد الذاتي، لأنه تحميل الغير دائما مسؤولية. هلأ مثل ما كنا عم نحكي إنه كانت رح تحصل 13 نيسان، إذا مش ب 13 نيسان 75 يمكن كانت جربت بلش يمكن بأيار 73 إذا بتتذكر، وقت الجيش حاول يضبط الوجود الفلسطيني المسلح، وبضغط سوري جدا عنيف، كان ضغط عربي كبير تتذكر، بس طلع الطيران ضرب قصف غارة هددوا بمقاطعة لبنان 11 دولة عربية. إيه بس كان الضغط أساسا سوري، لأنه السوري لأنه قال لك أنا بسكر الحدود. صح. يعني عم يخرق لبنان، وبالتالي الرئيس فرنجي حاول الرئيس فرنجي. صح. بس شو بيعمل؟ بينتحر. رئيس شرحلو حاول قبل اتفاقية القاهرة يقدر
يلاقي حلول ما قدر. وبتصور ظلم الرئيس حلو، لأنه هالكتب يلي نشرت أخيرا عن رئيس حلو بيّن إدي كان رئيس حلو بتشبص بالسيادة اللبنانية ضد الانفلاش الفلسطيني المسلح، وعمل المستحيل ليضبطهم، وبسبب يعني سياسات داخلية لسوء الحظ ما قدر، فشل فيها أكيد. والله كان في تدخلات أجنبية أقليمية وغيره. اليوم 13 نيسان مثل هي عم نحكي بعد يومين في الذكرى المشؤومة، يعني هي فقط الاتعاظ والنقد الذاتي، وهيدي ما بيصير، ما عم شوفها أنا بالطبقة السياسية بأكتريتها الحالية. هاي بدها تكون بالجامعات، المدارس لا، لأن المدارس ما في حرية ما في حرية تفكير كفاية بالمدارس. الجامعات هي مهمة كتير، وفي التربية، في التربية، والتربية اللي هي إنه الأهل يعلموا أولادهم التاريخ بدون انحياز يعني. بس إنه أنا بعرف في ناس أصحابي أولادهم كانوا يسألون ليه الكتائب قوصوا على الفلسطينية بصبرة ب 13 نيسان، إنه ما عرفوا إنه هالبوصة اللي إجت فيها مقاتلين فلسطينيين ما راحت حسب الطريق المرسوم لإلها، لسبب نجهله، ويمكن في ناس ما بيجهلوا، فاتت بين الرمان وصار هالاستفزازات، حصل ما حصل. يعني ما فينا نقول إنه الحرب العالمية الأولى هو سببها اغتيال الأرشيدوك النمساوي بسراييفو، لا يعني. ومثل ما فينا نقول إنه 1860 بلشت لعبة الجلة بين ولد درزي وولد مسيحي، يعني هيدي تبسيط تبسيط للأحداث وقد تسيء وقد تسهل، بس على حل تاني يعني فيها خطر إذا ما التقى مين يحط نقاط على الحروف يعني. أستاذ نعم فرح، يعني ما بعرف كيف بدي أختم الحلقة اليوم، ممكن الموضوع بيحمل أكتر بكتير، يعني حكيت عن شغلتين مهمين، انت لقيت ان نتعظ من هذه الذكرى، ان نتعلم ونقول تنذكر ما تنعاد، بس ان تتكرر 13 نيسان في مناسبات وبمحطات لاحقة، ومثل ما اشارت اليوم قد تكون على حق في بعض المحطات شبيهة ب 13 نيسان ان لم تكن اخطر على لبنان الوطن والكيان. انا بدي اشكرك على هذه المشاركة بمنشيات المساء اليوم، وبدي اقول للمستمعين الشكر لكل من ساهم بهذه الحلقة، الشكر لكارول كرم، شكر لمخرج هذه الحلقة بيير جامو، وأخيرا لكم مني أنا جورج شاهين أطيب التمنيات، وإلى اللقاء في منشآت جديدة.